اليوم 2 نوفمبر تم اجتماع في مدينة ملبورن مع الجماهير الإريترية التي تسعى للتغيير الديمقراطي، وهذا الاجتماع كان ناجحا وحضره عدد كثير من الناس، ومن ثم انتخبنا لجان عمل من هذا الاجتماع وسوف تقوم بعملها في الأيام القادمة إن شاء الله، والعمل سيكون في تنشيط الجماهير الإريترية في ملبورن إلى الوصول بهم إلى الاجتماع العام الوطني للتغيير الديمقراطي إن شاء الله. وقد شفنا يعني للشباب وللمرأة وإيش؟ نعم، بخصوص المرأة وخصوص الشباب يعني. في هذا الاجتماع انتخبنا عدد من الأعداء للجنة، ثم سيضاف إليهم عدد من المرأة والشباب فيما بعد، بعد أن يكملوا اجتماعاتهم. ويعني وبادي الولايات في أستراليا ونيوزيلندا، إيش التحركات اللي إن شاء الله المستقبلية أو في الأوقات القادمة؟ نعم، اللجنة من أعضاء المفوضية سوف يقومون برحلات كثيرة في المدن الأسترالية التي يتواجد فيها عدد من الإريتريين لنفس القرض، ولتوجيههم ولتنشيطهم والعمل إلى أن نصل إن شاء الله في المدة المتبقية من الاجتماع للمؤتمر الوطني العام. نشكر جزيل الشكر للأستاذ صالح حمدي والأستاذ أيضا زميلنا ناصر ومنتصر عبد الله، وأن تحدثنا قليلا عن الاجتماع كيف كان. بسم الله الرحمن الرحيم، أخوكم منتصر عبد الله سعيد، وأنا طبعا عضو المفوضية هنا في مدينة ملبورن مع الأستاذ صالح حمدي. فالاجتماع في نظري أنا كان اجتماع إيجابي وناجح بكل المواصفات، وقدرنا نصل للهدف المنشود واللي هو انبثاق لجنة تتشكل فيها كل قطاعات المجتمع الإريتري هنا في أستراليا، والجماهير كانت يعني متفاعلة متحمسة وأكدوا بمواصلة العطاء للتغيير الديمقراطي، ونرجو هذا إن شاء الله. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.